دينار. صحيح. شنو هي عملة بريطانيا؟ جنيه الاسترليني. صحيح. أيهما من أسماء الرمح، الخارق أم الأسمر؟ باس. الخارق. من هو مخترع الطائرة؟ باس. الإخوان رايت. ما هو الاسم الذي يطلق على صفار البيض؟ صفار ديال البيض. المح. المح. صحيح. ما هو اليعبوب؟ باس. نهر الشديد الجريان. من هو واضع علم الصرف؟ باس. باس. أبو مسلم معاذ بن سلم بن رجاء الهراء سنقولوها. من أي مادة تصنع عيدان الكبريت؟ كبريت. الفوسفور. غلط. ما اسم المكان الذي يسكنه النمل؟ غار. 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 غلط. القرية. متى يكون دوران الأرض أسرع، في الليل أم في النهار؟ الليل. صحيح. ما الشيء الذي كله ثقوب ومع ذلك يحفظ الماء؟ ثقوب ويحفظ الماء. بوب ليبكون. كونش. عائلة اليمني. يلا دابا غادي ندوزو لعائلة بوزي. تفضلوا. رياضة. رياضة. سي محمد تدير رياضة. نبدا. مستعدين؟ الى ما عرفتوش شي حاجه قولوا امور، غير بشويه عليكم. شكيتوا بشي حاجه نتسناوكم، با بروبليم. يلا سيدنا. ثلاثة جوج واحد. طوب. النيرازوري هو الدوري الايطالي. الفريق ديال الطاليان. ديال الطاليان. سميتو؟ قول لي. قول اشنو؟ ميلان. اسي ميلان. غلط. انتر ميلون. تدوير مالك. المدفعجية هو فريق ارسنال. صحيح. شنو هو ملعب ليفربول؟ امر. انفيلد. باي مدينة روسية اقيمت الالعاب الشتوية الاولمبية الاخيرة؟ موسكو. شوتسي. سوتشي. عفوا سوتشي. غلط. الشياطين الحمر هم مانشستر. اش من مانشستر؟ مانشستر يونايتد. صحيح. فريق البافانا بافانا هم جنوب افريقيا. صحيح. فريق غانا هم فيلا. غلط. النجوم السوداء. شكون هو الفريق العربي الملقب بالعنابي؟ قطر. صحيح. عيسى حياته هو رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. صحيح. صحيح. شنو هي جنسية العداء محمد فرح بطل سباقي 1500 و 10000 متر؟ بحريني. غلط. بريطاني. في أي مجال ظهر اسم جاك باربون؟ أمر. سباق السيارات. إي تي إف أشنا هي؟ أمر. الاتحاد الدولي للتنس. دبليو بي بي إف هي الاتحاد الدولي ل فرشة خير وفرشة. غلط. الملاكمة. اف اي دي او هو الاتحاد الدولي ل اف اي دي او. باس. امر. الشطرنج. الاتحاد الدولي للكاراتيه هو فدا مختصر ديالو. ثلاثة واحد جوج ثلاثة كاين. WKE. اوكي دابا غادي ندوزو لعائلة اليمني. تفضلوا لكم الاختيار في الموضوع اللي حبيتو. رسوم متحركة. رسوم متحركة. على بيلي. على الرسوم المتحركة. قالك علاش درتوها صح؟ مستعدين؟ ما تعرفش لي. يلا سيدنا. ثلاثة جوج واحد. طوب. شنو اسم أصغر أبناء السيد ربيع في سلسلة لحن الحياة؟ باس. رؤى. في سلسلة بوكاهونتاس شنو كان اسم الشجرة اللي كتحدث واللي كتحذر بوكاهونتاس من قيام الحرب؟ باس. الجدة ويلوا.
الفيكونز هي قوات شريرة غزات كوكب الأرض في سلسلة ستار وورز. ستار وورز. الآلات الخارقة. غلط. شنو اسم البطل في سلسلة أبطال المروحيات؟ باس. ماتيو. شنو اسم صديقة ماتيو في سلسلة أبطال المروحيات؟ باس. باس. زوي. شنو اسم الكوكب اللي كان في سلسلة كرة قدم المجرات؟ باس. هيليان. في سلسلة كرة قدم المجرات كاين مادة كتمنح اللاعبين قدرات خاصة كالسرعة والاختفاء والظهور، شنو سميتها؟ باس. العبق. شنو اسم فريق كرة القدم اللي قدر يسترد قوة العبق في هاد كرة قدم المجرات؟ باس. ملوك الجليد. شنو اسم بطل حكاية لعبة اللي عنده مجموعة من اللعب هي الكوبوي والأستاذ بطاطس؟ لكليك. غلط. أندي. شنو كان اسم الرسوم اللي الأبطال ديالهم مجموعة من الوحوش كيستعملوا صراخ الأطفال لتوليد الطاقة؟ باس. شركة المرعبين المحدودة. شنو اسم السيارة الحمراء في مسلسل الرسوم المتحركة كارز؟ بنزين. بنزين. شنو اسم السيارة الحمراء في مسلسل الرسوم المتحركة كارز؟ بنزين. نو. فلاش ماكين. شنو هو اسم البطل الخارق في سلسلة ليزان ديستركتيبل؟ باس. بوبار. شنو اسم الزوجة ديالو المطاطية؟ باس. إلاستيك جيرل. شنو اسم الروبو اللي يعني أنا تأكلت واخا سيدي. دابا غادي ندوزو لعائلة بزدي، تفضلوا لكم الاختيار. أشنو؟ أغاني؟ تلفزيون؟ أغاني. 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 بالنسبة لهذا الموضوع ديال الأغاني، دي جي كيدير لكم أغنية، تسناو تتسالي الأغنية، عاد أنا كنطرح السؤال، شكون اللي كيغني؟ ولا العنوان ديال هذه الأغنية؟ ما تقولش في الأول، واخا تسمع الأغنية تسنى تتسالي. اتفقنا؟ اتفقنا. على بركة الله. تصنتو. أغاني ثلاثة جوج واحد طوب. يا ولالي ركزي من أمين، وعد الله طايرين بيا. يا ولالي ركزي من أمين. شكون اللي كيغني؟ حميد القصري. صحيح. صحابنا ما جناس بايقا مشينا، كاع ولاد الناس بيطيروا في العقل يا نام. شكون اللي كيغني؟ بلال. صحيح. شكون اللي كيغني؟ عمر دياب. ساكن في عين دياب. صحيح. شنو هي القصيدة؟ يا شمس العشية. يا شمس العشية. صحيح. مش ممكن ابدا نحضر على الاشواق يوم لما تشاف. شنو اسم الاغنية؟ اسم الاغنية قولي قولي وحياتي عندك. صحيح. على دنيا حبك بمعنى والكون كله ده مش هيسان. شكون اللي كيغني؟ صحيح. شكون اللي كيغني؟ جودي. جودي ولا جودي. جودي ولا جودي. انديلا. غلط غلط. سي باسكو مامون فيي تيان بوركوا تي تو روج رفيا جاما اي كيسكو فو زافي تو ام ريغاردي كوم ان سا. عرفنا ستروماي، ولكن اللي سميت الاغنيه ستروماي مال فورميدا. نقول فورميدا. لا صحيح. لا صحيح. شكون اللي كيغني؟ ما سمعناش هذا. حيت تعطلتي في الجواب. جاستن تيمبرليك. وعجبتني الزهرة لما ينتهي الوقت. فيقات. لا سي اسماعيل. سي اسماعيل. نعم سيدي. ايه جا وقت النشاط. ياك بغيتي تحيح. هيا. قال لك اسيدي البروفيسور بغا يشطح. يلا خويا دي جي عطينا شي اغنية الله يخليك. Ebe alla malea di 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 di
lying to me, thinks about you. The reason why you lose, you got no. She step into my shoes, I feel it. Hustle people, they gon' beat you, cause you. And try and leave me out, you up. What will elevate you, is it? So keep back, meditate the feeling. شكراً, merci. يلا سيادة غادي نعطيو نتائج بالنسبة للسباق ال 120 ثانية. عندنا عائلة اليمني 5 ديال النقاط. حيحتوا في الأغاني عائلة بيزدي 12 نقطة. دابا غادي ندوزو التحدي ما قبل الأخير, كيتسمى تحدي المجنون ديال البروفيسور, كيكون شوية صعب من التحديات الأخرين, كيكون على برا خارج بلاطو نتعرفوا عليه. تفضل السي البروفيسور, الله يخليك. مرحبا سي اسماعيل, واخا مازال سخفان. شطحتي مع راسك؟ اييه, بقيت جنوني. اييه سي. واسمع سيدي, صحتك. التحدي الثالث غادي يكونوا عندنا جوج الانوان ديال السليلات, غادي نحاولوا نبنيو بهم واحد البرج باش يفهموا المتسابقين. غادي نشرح بيا وبيك. مثلا انا عندي سليلات حمرين وانت عندك سليلات زرق. اييه. انا خاصني نحاول نبني اعلى برج وانت خاص تحاول تبني اعلى برج, ولكن بلاتي كاين زليق في الارض, ومن حقي ومن حقك انني نعقلك. كيفاش نعقلك؟ نجيب واحد السله مثلا حمراء ونحطها فوق الزرقين ديالك, الا مشيت حطيتها يعني انت خاصك تعاود من الاول. هاك فهمتك دابا. واخا بالنسبه لعائله اليمني, من سيتكلف بهذه المهمه؟ الاسم معاد. معاد. عائله بيزدي, من سيتكلف؟ انس. انس. غادي نديروا واحد الفاصل اشهاري, ومن بعد غادي نمشيو نشوفوا التحدي المجنون ديال البروفيسور. بقاو معانا. دابا غادي ندوزو للتحدي المجنون ديال البروفيسور. كما كتلاحظوا كتواجدوا خارج باطو, بالنسبه لهذا التحدي اللي كيكون صعب شويه من التحديات الاخرين. معانا معاد وانس. القانون ديال المسابقه, سمع معاد, سمع انس. معاد انت عندك سلات الحمرين, انس عنده سلات زرقين. فاش غادي نعطيو الانطلاقه ديال 3 ديال الدقائق, خاصكم تجريو تجيب سله وترجع لهاد البلاصه تحط وحده, من بعد تعاود ترجع تهز سله اخرى, تحط سله بحال هكا, الاخرى فوق منها والاخرى فوق منها. الى وصلتي 3 نقطه, الى وصلتي 3 زرقين نقطه. تفهمنا؟ ولكن باش انت ما تخليش يكمل دوك 3 ولا كنتي قريب وهز السله ديالك اللي هي زرقاء, تقدر ديرها وسط الحمرين وما يكملش, هو عاوتاني خصو يعاود برج اخر. كل 3 ديال السلات من نفس اللون مجموعين يعني نقطه. 3 ديال الدقائق, مستعدين؟ علما ان هناك الزليق الزليق الزليق. على بركه الله الجمهور كله غادي يحسب معايا. 3 2 1 طوب. أنس شوف راه بدا كيقرب معاد. يلا يا معاد يلا. مازال ليكم دقيقة ونص, دقيقة ونص. سير 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 سير. برافو معاد, معاد تقدر تسد عليه, عندك انت دابا جوج. معاد
وعاد تقدر تسد عليه باش ما يكملش. تابع خويا معاد. معاد دابا عاد زلقتي قبيله ما زلقتيش تبارك الله عليك. ما عندي ما نسالك كنلاحظوا بلا راه معاد كان كيمشي بواحد السرعه فائقه وفات انس في الجري علما ان هناك الصابون والارض كتزلق ولابس سومو. قول لي شنو هو السر ديالك؟ كيفاش ما زلقتيش؟ واش عندك لي فونتوز في الرجلين؟ كيفاش ما زلقتيش؟ حافظت على التوازن ديالي. حافظت على التوازن ديالك. واش كدير السيرف؟ كدير شي رياضه فيها توازن؟ لا كندير شويه رياضه المسكيلاسيون. كدير جري شويه؟ ولكن علاش واحد الوقت حنا شفنا بلا راه كان عندك ثلاثه وقيله وهو يلاه عنده جوج باقي ما كملش الثانيه؟ قلت لك انا سير خاصك تسد عليه تحاول تسد عليه. علاش ما سديتيش؟ ما يضيع لي الوقت ونقدر نطيح فيها. دونك فضلتي انك تكمل. سي انس شو المشكل؟ واحد الوقت راه شفناك زلقتي واحد الزلقه طيحتي كل شيء. كثروا لنا الصابون بزاف. كثروا الصابون؟ ايوا راه هذا هو التحدي. تبارك الله عليكم كنسقوا عليكم بطبيعه الحال. دابا باش نعرفوا شنو هما النتائج غادي يمشيوا داخل البلاطو بقاو معنا. دابا غادي ندوزوا النتائج ديال التحدي المجنون اللي كان خارج بلاطو. عائله يمني ثلاثه ديال النقاط. عائلة بزدي ربعة ديال النقاط. دابا وصلنا للتحدي الأخير. هو التحدي الأخير كيتقسم على جوج ديال التحديات. كاين تحدي سهل تحدي صعب. تحدي سهل عليه 10 ديال النقاط. تحدي صعب عليه 15 نقطة. أشنو هو التحدي السهل؟ كتظهر أمامكم على الشاشة واحد الصورة لمدة 5 ديال الثواني فيها واحد الديكور كبير فيها ديكورات صغيورين. من بعد كنحيدوا الصورة كنجيبوا الديكور الكبير خاوي كنحطوا ديكورات صغيورين حداكم. البروفيسور كيحسب من ثلاثة حتى لواحد وديك ساعتكم دقيقة باش ترجعوا كل حاجة لبلاصتها. إلى غير حاجة وحدة ماشي في بلاصتها صفر نقطة. كل شيء في بلاصته 10 ديال النقاط. التحدي الصعب 15 نقطة. أشنو المطلوب منكم؟ تجريوا فوق واحد طابيغون وغادي بواحد السرعة فائقة وتلبس في نفس الوقت الحوايج. كاين سيدي الجبادور، كاين الشكارة، كاين الطربوش وكاين السروال. 15 نقطة. إلى غير حاجة وحدة ما لبستيهاش صفر نقطة. لبستي كل شيء في ظرف دقيقة و30 ثانية 15 نقطة. دابا كاين عائله كتختار تحدي وكاين عائله كتفرض عليها تحدي. العائله اللي عندها الحق في الاختيار هي اللي عندها المجموع العام ديال النقاط ديال التحديات اللي درناو هذه المسابقات كامل طالع. اللي عندها نقص كيتفرض عليها تحدي. دابا غادي نشوفوا شكون اللي عنده الحق انه يختار التحدي اللي يبغى. تفضل سي بروفيسور.
بس اسماعيل انا بس اسماعيل عائله اليمني عندهم 18 نقطه اوكي وعائله بيزدي عندهم 26 نقطه يعني كنفهموا من هذا الشيء عائله بيزدي 26 نقطه انتم اللي عندكم الحق في الاختيار تفضلوا بغيتوا السهل بغيتوا الصعب بغيتوا 10 بغيتوا 15 اش بان لكم 10 غير 10 بركه 10 بركه واخا السيد شكون اللي غادي يقوم بهذه المهمه انس انس اوكي عائله اليمني تفرض عليكم التحدي الصعب ولكن صعب عليه 15 نقطه يعني الى حققتوه بنجاح 15 نقطه شكون اللي غادي يقوم بهذه المهمه كاين واحد غادي يجري وواحد غادي يمد ليه الحوايج انا غنجري واش مد ليه الحوايج واخا سيدنا مستعدين مستعدين ودابا غادي ندوزو للتحدي شوفوا معنا دابا غادي ندوزو للتحدي السهل اللي اختارتو عائله بيزدي مستعدين غادي تظهر امامكم على الشاشه لمده 5 ديال الثواني هاد الصوره هادي عقلوا عليها مزيان الله يخليكم 3 2 1 عطيونا الصوره الفوقانيه لا الفوقانيه هادي هادي هي الفوقانيه لا صافي سالات 5 ديال الثواني برقم تقشع مستعدين مستعدين بلاتي البروفيسور تفضل تقوى 2 انا با يلاه جري جري انس هادي فوق هادي فوق هادي فوق هادي فوق يلا اخرى تما لا 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 فوق منا فوق منا تما ماشي تما اش كيبان لكم داك الشيء غادي مزيان ولا لا انا غادي نشوفه بعد قليل لا خطرة بلاستيك كبيرة كبيرة قات غير هادي خصي السربيجية خدها سربي سربي يا انس يلا حطها نفسك لا جزي ثلاثة شوش واحد ينتهي العدد حطيتيها حتى سال الوقت كنحيدوها بطبيعة الحال مع كل أسف تعطلتي ليش ورغم ذلك غادي نشوفوا الصورة باش نشوفوا واش داكشي هو هذا يلا سيدنا عطيونا الصورة من فضلكم أوب 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 أوب, أوب. للاسف كانت بقات لك غير هادي علاش تعطلتي يا انس علاش تعطلتي درتيها خارج الوقت يعني سالت 0.00001 مع كل اسف تبارك الله عليكم عائله بيزدي ودابا غادي ندوزو للتحدي الصعب اللي عليه 15 نقطة وعائلة اليمني. دابا غادي ندوزو للتحدي الأخير، التحدي الصعب اللي ما اختارتوش عائلة اليمني تفرض عليهم ولكن عليه 15 نقطة لحد الآن عائلة بيزدي هما اللي كيتقدموا في السباق، هما اللي رابحين دابا ولكن إذا نجحتي في التحدي وحصلتي على 15 نقطة غادي تفوز بالجوائز ديال البروفيسور وبهذه الحلقة. شوف تما وقول لي السرعة كتبان لك واش تقدر تنجح في التحدي، اش بان لك؟ خاصك تجري وخاصك تلبس. غنحاول ونشوف. غتحاول وغادي تشوف. دابا الأمل كله ديال عائلة يمني عليك أنتايا، كل شيء بغاك تفوز في ميريكان بغاوك تربح. كل شيء كيتفرج دابا. حاجة واحدة بغيت نعرف كاين شكارة كاين طربوش كاين جابادور وكاين سروال السروال غادي تخليه هو الاخر ولا غادي تسبقه هو الاول نسبقه هو الاول اللي حبيتي لك الاختيار تفضل سيدي دقيقة و30 ثانية الى غير حاجة واحدة ما لبستيهاش راه مشى كلشي صفر نقطة وعائلة اليمني سي البروفيسور تفضل تقوى زوج
هاك الفراجه. هذا اختيار صحيح، حنا غادي نشوف. علاش حيد ديك الفرده؟ راه كانت فرشتي، علاش حيدها؟ تابع تابع. مازال يتابع. يلا يلا. ستة خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد، ينتهي العداد. كنصفقوا عليه. أش كيتصغي؟ أجي حداه. شوف، واحد الوقت لبستي واحد الفردة ولاحك طابي لاحك، ومن بعد خرجتي وعاودتي حيدتيها. علاش؟ بوركي كنتي تكمل؟ كنسمعش كتعاود لا حيدتيها. لا خاصك غير تجري فوق الطابي وانت كتلبس، فهمتي؟ واش الاختيار ديالك انه تلبس السروال في الاول كان في محله؟ لا. علاش؟ السروال صعيب. صعيب، دونك كنخليه هو الاخر. تبارك الله عليك، رجعوا لبلايصكم. شكرا. واخا سيادنا، دابا غادي نعطيو النتائج النهائيه، غادي نعرفوا شكون اللي فاز في هذه الحلقه، شكون اللي فاز بالجوائز ديال البروفيسور. المرتبة الثانية كتحصل على نتيجة، والمرتبة الأولى على جوائز. طيب فوالا، مستعدين؟ راه حنا عارفين عائلة اليمني 18 نقطة، وعائلة بيزدي 26 نقطة. عائلة اليمني اليوم كتحتل المرتبة الثانية وكتفوز معنا بجوائز ديال البروفيسور بالقيمة ديال 5000 درهم. عائلة بيزدي كتحتل المرتبة الأولى بالميدالية الذهبية وكتفوز بالجوائز بالقيمة ديال 10000 درهم. سي البروفيسور، ديما أنت كتوجد تحديات وكتعطيهم للمتسابقين، أنت ما لقيتيش اللي يعطيك التحدي. أنا ديما بغيت ندير لك التحدي ديال خاصك تقول لنا رررر. عاوتاني أسمع. عاوتاني زيدني رر. تبارك الله عليك السي البروفيسور. كنعطيكم موعد الاسبوع المقبل مع تحديات جديده ومسابقات جديده. مع السلامه، شكرا ايفري باري، باي باي.